دكتورة فاي جدا الآن. الله يحييك دكتورة غادة، وشكرا على مشاركتك لنا في هذه المحاضرة. دكتورة غادة راح تقدم لنا محاضرتين، الأولى راح تكون عن مشاريع ومبادرات الوزارية، والمحاضرة الثانية راح تكون عن الدراسات المقدمة وأهميتها وكيفية الاستفادة منها. تفضلي دكتورة. شكرا لك دكتورة فازة. طبعا راح نبدأ بالمشاريع والمبادرات الوزارية. ما يخفى عليكم الفترة الأخيرة اختلفت لغة الوزارة اختلاف كبير، وأصبحت لغتهم مشاريع. إيش راح تقدم لي؟ مشاريع والمؤشرات والإنديكيتر التي تقيس أداء الإدارة. في الخمس سنين أو الست سنين الأخيرة سنويا يطلب من إدارة مكافحة العدوى أنها ترفع ما بين 4 إلى 5 مشاريع، وكلها ذات قيمة عالية ومهمة بالنسبة للإدارة. فأنا بالنسبة لي أول سؤال، أنا وأنا أتوقع أن الأغلب شارك في هذه المشاريع اللي الوزارية أو اللي تابعة للوكالة، من ضمنها مشروع التميز، الزيرو كلابسي، السيرجيكال بروفيلاكسز، في كثير مشاريع. وممكن يكونون أنه في مشاريع خاصة، مشاريع تحسينية خاصة بالإدارة نفسها. فأنا أول سؤالي الآن، إيش هو المشروع؟ وش تعريفكم للمشروع؟ فتفضل إذا في أحد عنده إجابة. الفرق بين المشروع والروتين وورك، وش أهم سمات المشروع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. غالبا المشروع يكون لهدف تحسيني، ممتاز، عكس العمل مثلا الروتيني، وعكس حاجة روتينية أو عمل روتيني. فالمشروع غالبا يكون يهدف إلى تحسين، ممتاز، ورفع مستوى يعني عمل. المشروع ممكن يكون مقيد بزمن، يعني فترة زمنية، بحيث أنه هدفي ممتاز. صحيح، ممتاز، كل الإجابات هذه صحيحة. المشروع بالنسبة له حسب المحاضرة اللي هو مجموعة من الأعمال تدار بطريقة متناسقة للوصول إلى الخدمة والمنتج، والنتيجة له تاريخ بداية ونهاية. طبعا المشروع، ممتاز ممتاز، جميع الإجابات حقيقة. هي المشروع هو فعلا عملية مقيدة بزمن. في أحد عنده إضافة؟ طبعا المشروع هي فعلا عملية مقيدة بزمن يتم القيام فيها لتقديم منتج أو خدمة جديدة تحقق تغيير مفيد أو إيجاد قيمة مضافة. صحيح. طيب كيفية اختيار المشروع؟ أنا لما أنا أختار مشروع، طلب منكم أنتم الآن المديريات أنه يتم تقديم مشروع، وزي ما أنتم قلتوا من أهم سمات المشروع أن يكون فعلا تحسين. هل في سمات ثانية؟ يعني طبعا هنا مذكور في 3 نقاط اختيار معايير اختيار المشاريع، فيها يمكن 100 سبب انك تختار مشروع. بالنسبة لنا احنا انه يكون يخدم هدف رؤية الإدارة ورسالتها والأهداف الاستراتيجية، طبعا زي ما ذكرتوا انه يكون حل لمشكلة موجودة، وثالثا انه يكون في تطوير وتحسين، وغالبا اللي هو استخدام التكنولوجيا. فهل في عندكم أسباب ثانية تخليني أنا أختار مشروع؟ ممكن تطوير شيء مثلاً؟ ممتاز، صحيح. طب أعطيني مثال للتطوير. يعني أنا قلت هنا أن التطوير يعني في الغالب تكنولوجيا، وش ممكن يكون غير التكنولوجيا؟ ممكن عن طريق التطوير، ممكن يكون برنامج تطويري، تطوير فيه قوى عاملة. فأنا أتوقع أنه رح يحدث تغيير كبير. مشروع لتطوير القوى العاملة ويكون محدد بزمن وله أهداف واضحة، وهذه فعلا يكون فيه تطوير وتحسين. هل في أحد عنده ممكن سبب أني أختار مشروع؟ طيب
طيب غادة مشروع مشروع بناء القدرات حقنا الآن، تعتبرين الآن مشروع ممكن نحطه كمثال؟ هل هو مقيد بزمن؟ فعلا مقيد بزمن. وهل في أهداف واضحة للمشروع؟ صحيح، حاطين أهداف محددة واضحة إن إحنا زملائنا نبغى نرفع مستوى قدرات عندهم في مسارات معينة اللي هي مسارات الإدارية. ممتاز. أهم سؤال، هل في متابعة وتقييم لسير عملية التنفيذ؟ الحالية فعلياً نعم في متابعة، وبيكون مستقبلياً بعد الانتهاء أيضاً في متابعة عن طريق تقييم وعن طريق أحد المشاريع اللي إحنا نذكرها دائماً اللي هي كتابة السياسات والإجراءات. كذا يكون هذا أفضل مشروع فعلاً، ويكون تحت التحسين والتطوير. ممتاز، الله يعطيك العافية، شكراً لك. الله يعافيك. طيب بالنسبة للبروسيس حقة المشروع ودورة حياة المشروع، طبعاً المشروع يبدأ بالتخطيط، بعدها يأتي التنفيذ، المتابعة والتقييم هو يمشي متوازي مع مرحلة التنفيذ. ففي حال وجود أي تحديات أو صعوبات يصعب حلها أثناء التنفيذ، على طول يتم رفعها للتخطيط بحيث أنه يتم عمل خطة لتجنب هذه التحديات والوصول للهدف. طبعا مرحلة بدء المشروع هي حقيقة هي بداية التخطيط، لكنها هذه المرحلة اللي أنت تجمع فيها أهم المعلومات والداتا. في هذه المرحلة طبعا أنت تختار مسمى المشروع، تضع الأهداف، نطاق العمل، العوائق اللي ممكن تصادفك، الميزانية إن وجدت، ووقت المشروع. مرحلة التخطيط طبعا هي أهم مرحلة، وهي فعلا خارطة الطريق. التخطيط الجيد معناها تنفيذ جيد، معناها وصول للهدف. فالتخطيط إذا ما أخذ الوقت الكافي بحيث أن الخطة تكون مفهومة للجميع وتكون محددة، بحيث أن الوصول للهدف اللي يمشي على هذه الخطة حقيقة رح يوصل للهدف، فهي أهم حقيقة أهم مرحلة، مرحلة التخطيط. بالنسبة للتنفيذ طبعا وجود الخطة هي معناها الواحد ينطلق بالتنفيذ، وهي المرحلة الرئيسية في العمل. المتابعة والتقييم زي ما قلنا سابقا، المتابعة والتقييم هي تمشي بالتوازي مع مرحلة التنفيذ، ويكون فيها متابعة للوقت، هل بالرتم اللي ماشي فيه عملية التنفيذ هل راح يصلون للهدف في الوقت المحدد، الجودة، جودة العمل هل هي على أعلى مستوى أو تحتاج تعديل، والتكلفة. طبعاً إحنا في الغالب أن التكلفة في مشاريع الوزارة ما لها يعني أهمية كبرى، في الغالب الانتدابات موجودة في حال فيها زيارات، فما هي مشكلة كبيرة. هذا الجزء النظري. في أحد عنده أي سؤال؟ احنا طبعا تكلمنا عن الجزء النظري للمشاريع، هو المشاريع اكبر من كذا بكثير وتحتاج محاضرات طويله ندخل في تفاصيل كل مرحله، ولكن هذا الجزء النظري. الان راح نعرض مثال حي ومشروع حي داخل اداره مكافحه العدوى. فالى الان هل في احد عنده اي سؤال او اي اضافه؟ طيب ممتاز. بالنسبة للمشروع اللي قائم الآن، هو مشروع خفض عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية والمركزية. طيب في رأيكم وش السمات اللي تنطبق عليه؟ طبعا أهم سمتين تنطبق عليه، أولا هذا المشروع متوافق مع رسالتنا، مع رسالة إدارة مكافحة العدوى، ورسالتنا هي الوقاية من عدوى المشاكل والحد من انتشارها. ممتاز ممتاز، ضروري يكون محدد بوقت. في أحد عنده أي إضافة؟ وش يتوقعون من المشروع؟ السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. بيكون في تطوير بحيث أن نخفض أو تحسين، يكون في تحسين خفض العدوى. صحيح صحيح، هو فعلا من أهم سمته هو عبارة عن تحسين. ممكن أيضا
تحقيق تغيير مفيد. صحيح صحيح، هو من التغيير المفيد. تم البدء بالمشروع مشكلة قائمة الآن اللي هو ارتفاع حالات الكلبسي. ممتاز ممتاز، عندنا مشكلة قائمة وهي ارتفاع حالات الكلابسي. صحيح. يمكن أضيف يا دكتور أنه مرتبط بهدف استراتيجي للوزارة اللي هي الارتقاء بالجودة الخدمات الصحية. 100% صحيح، ومرتبط بهدف استراتيجي للوزارة. صحيح. طيب بالنسبة للمشروع، طبعاً إحنا راح نتكلم عن المراحل اللي مرينا فيها لبدء هذا المشروع. في أول شيء طبعاً إحنا اخترنا المشروع، بعدها عملنا تحليل كامل للوضع الراهن، والتحليل كان على جهتين، تحليل كمي وتحليل نوعي. التحليل الكمي عملنا تحليل كامل للكلابسي ريت والترند على مدى السنوات، والتحليل النوعي عملنا الفيشبون أناليسز، الأسباب اللي ممكن أدت لهذا الارتفاع، ودرسنا كل شيء من الانفراستراكشر، القوى العاملة، الوضع الترينينج، درسنا كل الأسباب المحتملة اللي ممكن أدت إلى الوصول إلى المرحلة هذه اللي عندنا مشكلة في الكلابسي ريت. بعدها وضعنا الهدف، زي ما تشوفون هنا الهدف هو تقليل الكلابسي ريت من 2.5 إلى 0.9 أو أقل في يونت محددة داخل المستشفيات في عدد 78 مستشفى تابع لوزارة الصحة ولمدة 3 سنوات. أهم الأشياء المذكورة هنا إيش؟ أنتم طبعاً أخذتوا يمكن السمارت جول، فأهم الأشياء اللي ترونها في الهدف هذا إيش؟ السبيسيفيك محدد بزمن. ممتاز صحيح، محدد بزمن اللي هي 3 سنوات. ممتاز، هو قابل للتحقيق. صحيح، مجرد يعني قابل للقياس، رياليستيك، واقعي 100%، هو واقعي وقابل للقياس ومحدد بزمن، محدد الفئة اللي هي 78 مستشفى. صحيح، ومتارجتد، يعني احنا عارفين احنا راح نستهدف اي مستشفيات. ممتاز. طبعا بعدها عملنا قائمه بالمستشفيات المستهدفه زي ما ذكرنا سابقا، لكن بكل الداتا المطلوبه اللي هي عدد الاي سي يو، الكلابسي ريت في كل منشاه. وبعدها طبعا عملنا تحليل للتحديات اللي ممكن تواجهنا زي ما ذكرنا هنا، انه عدم وجود يعني الاكسبيرينس القليله ممكن لبعض الاشخاص في الانفكشن كنترول والاي سي يو. ذكرنا انه فقد اهتمام الستيك هولدرز، هذه كلها من التحديات التي ممكن انها تواجهنا وتعيق لنا المشروع. طيب في مرحله التخطيط، طبعا زي ما ذكرنا الان بدء المشروع هي جزء من التخطيط، وهي المرحله الاولى، جمع البيانات، دراسة الوضع الراهن. بالنسبة للمرحلة الفعلية للتخطيط، هي بدينا على طول بتحديد فرق العمل اللي راح تعمل على هذا المشروع، وبعدها عملنا خطة استراتيجية مدتها 3 سنوات، وأنا راح أعرض لكم الآن ظهرت لكم الخطة الاستراتيجية؟ نعم، واضحة. طيب ممتاز، عملنا خطة استراتيجية مدتها 3 سنوات، تتكون من 11 محور. 11 محور احنا من التحليل اللي عملناه سابقا في الفيشبون اناليسز، وضعنا كل محور
داخل الاستراتيجية وضعنا KPI واضح، واللي هي زي ما ذكرناها سابقا أنه نقلل 0.9. عملنا أهداف استراتيجية لكل محور من المحاور، حددنا اللي هي الإدارات، يعني مثلا المسؤولية على مين، هل هي على الـ GDIBC، هل هي على الكلستر، هل هي على المنشأة الصحية، أو هي على الأشخاص أعلى. طيب بعدها أنا ما أدري إذا هي واضح، ممتاز. بعدها اشتغلنا على الخطة التنفيذية. الخطة التنفيذية اللي اشتغلنا عليها في هذه السنة هي مدة عام واحد 2022. وضعنا الـ KPIs اللي راح نحققه في هذه السنة. طبعاً هي استراتيجية أو مشروع مدة 3 سنوات. في هذه السنة إحنا كم راح نحقق؟ زي مثلاً هنا كتبنا أن الهدف هي إشراك 78 منشأة صحية. في الهدف لمدة عام هي إشراك 26 منشأة صحية. طبعاً هنا فيه الـ الخطة التنفيذية، لكنها إذا هذا تبغون أرسل لكم إياها. طبعاً التنفيذ إحنا ولله الحمد بدينا في بداية 2022، بدينا الخطة التنفيذية. المتابعة والتقييم. المتابعة والتقييم إحنا اهتمينا فيه في مشروع الكلاسي اهتمام كبير. في الخطة الاستراتيجية من الـ 11 محور، في محور كامل يخص المتابعة والتقييم. أنا كيف راح أتابع هذه الاستراتيجية لمدة 3 سنوات؟ محور كامل يخص المتابعة والتقييم. في الخطة السنوية وضعنا كذلك محور كامل كيف راح أتابع الخطة لمدة سنة. طبعاً أهم إنديكيتر يقيس المتابعة والتقييم هي معدل عدوى الدم. هذا أهم إنديكيتر أنا بالنسبة لي. إذا شفت أن العدوى مع الوقت هي تقل وماشية مع المستهدف، هذه معناها أنا ماشية على الخط الصحيح. في حال أني وجدت أنه بعد فترة من الزمن أن المعدل ما زال على نفس الوضع، معناها هنا أنا لازم أغير الخطة، تعديل في الخطة، تغيير، حذف، إضافة، لازم أرجع للخطة وأرجع أعيد وأعدل فيها. طبعاً مؤشرات القياس ما هي فقط المؤشر نقيس الهدف الأساسي اللي هو معدل العدوى. كل محور من محاور الاستراتيجية واللي هي 10 محاور بالإضافة إلى المتابعة والتقييم يتم قياسها بشكل دوري، ويتم زي ما ذكرنا تغيير الخطة بناء على نتائج المتابعة والتقييم. طبعاً هذه الخطة التنفيذية للمتابعة والتقييم لمدة عام اللي هي 2022. أهم activities طبعاً هي متابعة المستهدف العام اللي هو الكلابسي ريت، والثاني هي عمل تقييم ربع سنوي. طبعاً هو التقييم مستمر والcommunication مع الفرق مستمرة، ولكن المتابعة الحقيقية للمستهدف راح تكون ربع سنوي، والمخطط لها بإذن الله راح تكون في أبريل. ما أدري في أحد عنده أي سؤال؟ أنا عندي سؤال غادة إذا تسمحين. تفضلي. التوثيق هل هو مهم في عمل أي خطة وليش؟ حقيقة صحيح وهي مذكورة هنا. عندنا نظام documentation، عرض التقرير أو عرض النجاح، أو أني أنا أقيم السابق، لازم يكون عندي documentation واضح، meeting مع إدارات ثانية، ورشة عمل أقيمت، وهذه يتم رفعها شهرياً من الفرق. نطلب منهم النموذج يتعبى فيما يخص الحدث اللي صار واللي مهم، يعني عمل له documentation وإرفاق الـ ما يثبت، مو ما يثبت، الوثائق الداعمة للموضوع. طيب أنا عندي سؤال ثاني، يمكن لو مثلا
تجدين عليه للحضور عشان بسبب أهميته. أنتم اعتمدتوا في بناء مشروعكم على الداتا اللي وصلتكم من المناطق ومن المستشفيات، بغض النظر عن موضوع الجو جرين، كأي مشروع يعتمد فيه على نتائج اللي يترسل إما من قبل المديريات أو المستشفيات. فبس يعني إذا توضحين أهمية أن النتائج هذه كيف أنها تكون حقيقية تعكس الواقع، لأن هي فعلاً نعتمد إحنا عليها في بناء المشاريع اللي تستمر ممكن سنة أو تستمر سنوات. دكتورة 100% هو فعلا موضوع حساس، هو موضوع حساس لا من ناحية المشاريع ولا من ناحية الأبحاث. يعني إحنا الداتا المرفوعة نعتبرها خالد يعني بنسبة كبيرة مرة، وبالتالي نبني عليها مشاريع ونبني عليها نعمل فيها بحوث علمية يعني يستفيد منها الآخرين. فإحنا بالنسبة لنا مصداقيتها نعتبرها 95% مصداقية الداتا اللي توصلنا. تمام. يعني مثلا الداتا لو كانت مثلا غير حقيقية أو ما هي بالشكل الصحيح ممكن توجهنا في عمل لسنة أو سنوات قادمة اتجاه خاطئ. 100% في حال افترضنا ان الداتا هذه غير صحيحة، حقيقة ما في ولا اي مشروع راح يتم انجازه ولا اي بحث راح يطلع، لانه في حال ان الواحد يعني بمجرد انه الداتا اللي موصولة واللي انا راح اعمل خطة كاملة ومشروع كامل مبني عليها وكانت الداتا غير صحيحة، فهي يعني حقيقة فعلا راح توجه الادارة وراح توجه المشاريع بطريق خاطئ. تمام، شكرا دكتورة، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب يا جماعة أنا بسأل، هل في مشاريع سبق أن عملتوا عليها؟ مشاريع يعني خاصة بالإدارة اللي أنتم تعملون فيها أو بالمنطقة أو المديرية؟ هل هذه معناها أنه ما في ولا مشروع أنعمل؟ ما أعرف غادة، بس حفر الباطن جميلة. أنا أتذكر أنه في مشروع الانفايرمنت هم سووا إذا ماني غلطانة، يعني جميلة إذا تشاركي الأجندة. طيب أجل ننتقل للتاسك. طيب الآن لو أنه تكهدف لمشروع أو مبادرة أو خطة تحسينية على مستوى المنطقة أو المحافظة التابع لها مع إبداء الأسباب لاختيار هذا المشروع، هذه ممكن تتواصل معكم الهنوف نشوف متى ديدلاين التسليم أو كيف راح يكون مشاركتكم للإدارة. طيب. إذا سمحت دكتورة بس على هذا النقطة، إحنا لأنه غيرنا الورشة خطط العمل التحسينية غيرناها ريسك أسسمنت، فهذه النشاط أرجو أنه يكون فردي. إحنا قسمنا لكم جروبات صحيح، لكن ممكن يكون فردي وترسل خلال هذا الأسبوع كل شخص يرسلنا إياه وبيتم مراجعته ونعطيكم الفيدباك إن شاء الله خلال ورشة العمل القادمة على كل ما يتم إرساله من قبلكم. معلش يعني نشوف احنا